ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا، شو هو؟ بدي منك اذا نجحت الخطه تبعك وقدرنا نوصل للاغا وصار مصيره بايدك انه ما تتخذ اي قرار بخصوصه قبل ما اقعد انا وياه لوحدنا. وانت شو بدك منه؟ بدي اساله عن مصير اخي عرفان، وبدي اسأله إذا هو اللي قتل أبي ولا لا. وأنت شو راح تفرق معك إذا ما كان هو اللي قتل أبوكي؟ في شيء أنت ما بتعرفه، ومن الأساس أنا ما كنت جيب سيرته لحدا أبدا. اللي هو؟ أبي كان رجل أعمال كبير، وكان صديقه المقرب للآغا، وبعد ما انقتل بظروف غامضة اختفت كل أملاكه وانتقل كل شيء كان باسمه لأسماء أشخاص تانين. كيف وشلون؟ حدا بيعرف. ليليان معناتها حكيك انك بتعرفي الاغا من زمان كثير، كان ممكن نقدر نصل له قبل هيك بكثير. الامور مو مثل ما انك متخيل ابدا. الاغا شخص كثير حذر، انا لهلا ما بعرف اسمه، بتصدق؟ طيب اذا كان الاغا في ابوكي عن جد، فليش لحتى يعذبك هيك انت واخوكي؟ هذا السؤال اللي محيرني وعم فكر فيه من زمان وما لقيت له جواب. وكل هالوقت اللي قضيتيه مع الآغا ما قدرت تسأليه؟ موقع بالشغل معه ما كان بيسمح لي أبداً أني أسأله هيك أسئلة ولا حتى أفكر فيها. هلأ شو متوقع إذا صار بين إيدينا يجاوبك؟ ليش لا؟ ممكن يضعف ويحكي. لا تشغلي بالك، أكيد رح نعرف منه الحقيقة. يعطيك العافية. الله يعافيك.